لوك وصلي على النبي وابن يور ايز تاكل سويت ان شاء الله. This is a pharaonic copper. This building is a pharaonic king. What is the name of this king? King Mariul. From which family? صدق انت الوحيد اللي مضايقني باسئلتك الكتيره دي وسط الجروب بتاعي ده كله. رضي عامل حلو ورضي يا اخي بيت اقول له من اهلي اسره. هرد اخويا بس خد بايدي. ايدك انزل يا فراشه. ده من اسره القناه الثانيه خلاص؟ شيل بقى عني شويه سايق. You know what is this? This is Mankara clock. هي بيج شويه لان هو كان راجل بسم الله ما شاء الله بيج ودراعه كبير شويه كان مقتدر يعني. يا ابن اللذينة ده انت الناس تقول لهم نفرتيتي مدفونه تحت القبه هيصدقوا. والله مش بعيد يا سيد، لسه الحضاره الفرعونيه لم تكشف عن اسرارها بعد. وحياه خالتك وحياه امك، لو قلنا لهم انك راجل نصاب وده لا وفد اجنبي ولا زفت وانت بتشوه سمعه مصر. مصر دي امي، واللي يمس سمعه امه اقطع لسان امه. ايه ده؟ دي مش ماسوره مدينه نصر بس اللي ضربت، ده في ماسوره بنات ضربت في المنطقه يا عم. لا مش ماسوره، ده خزان. هما الحريم عملوا ثوره ولا ايه؟ ايه ده؟ مش دي البت داليا جارتنا؟ الحق داليا بتقول مظاهره. داليا بنت عم يوسف؟ هي بقت من الاحرار ولا ايه؟ مصر مصر يا شباب طهروها منك. ايه ده؟ سيد؟ ازيك يا سيد؟ ازيك يا ابو رابيا؟ ايه اللي جابك الجامعه؟ ده زي ما قصدي اني مش قصدي. هي الدوله دي مش اتلغت خلاص؟ اتلغت ايه يا سنه سته؟ دول بس قسموها حتتين. حتتين شيكو وفاكيا، اللي معانا دول بقى بتوع فاكيا. بقول لكم ايه، ما تيجوا تشتركوا معانا في المظاهره. هي المظاهره دي عشان فلسطين؟ لا. العراق؟ برضو لا. سوريا، لبنان، الشيشان؟ لا، عشان حدائق القبه. ايه ده، امريكا خدتها؟ يا جدع بطل هزار، ده من يومين اغتصبوا فيها بنتين، ده غير البنتين بتوع فيصل وغير البنت بتاعت الكتكات، ده غير فيفي عبده وفيلم القاتله. عشان كده احنا عاملين مظاهره بنطالب فيها باعدام الذئاب البشريه اللي بينتهكوا حقوق الفتاه المصريه. طب والله دي مظاهره زي الفل، انا هنضم وهلتحم معاكم، دي قشطه والله وكلها ملياطه بالصلاه على النبي. What is this؟ هزار وراويا. This is راويا and they are her sisters. This is a pharaonic march from King Tut and Kamon. هينضم لنا دلوقتي وفد من منظمة حقوق النسوان الأوروبية. Coming, follow me. رايح فين يا عم؟ اوعى ايدك. ايه تعالى؟ خليك في حالك. يا عم Coming. تعالى تغلول. Coming quickly. Follow me. Here. اللي اغتصبتوا فتاة القبة على اسواعكم برجل الكنبة. صباح الخير يا جهان. صباح الخير يا سيد. معقول يا سيد 75 رنة ساعة؟ حرام عليك. عشان تعرفي بس انك في بالي على طول. طب ايه رأيك بقى انك لو رنت لي اكتر من 10 رنات انا هفتح عليك. افتحي عليا، بحيات ابوك اللي تفتح عليا ربنا يفتح عليك. نفسي اسمع صوتك، ده انا حتى شاليري كانت تستني. ما تهونش عليا خسارتك يا سيد. ما قلتليش بقى، قريت القصيده بتاعت امبارح؟ حلوه قوي. تسلم ايدك. تسلم ايدي ايه؟ هي صينيه بطاطس يعني الاحساس اللي فيها وصلك؟ ايوه يا سيد، الاحساس بتاعها حلو قوي، بس الاحلى منه بقى ملخص القانون الجنائي اللي انت عملته لي ده، خلاني هضمت الماده كلها. بقول لك ايه، مش الدكتور فؤاد السعيد جه؟ سعيد مين؟ فؤاد السعيد استاذ القانون الدستوري يا اخي، الوزير ده مش عارفه. طيب انا هروح اظبط شعري بقى عشان المحاضره قربت. نفضت لك يا فالح؟ معقوله بنت زي دي توقعك؟ ما تقولش كده يا عم، دي ملاك. ملاك؟ دي عامله لي فيها سبيده ثروت، وانت لو دورت عليها هتلاقيها ساكنه تحت كوبري الليمون. لا على فكره ابوها رجل اعمال بجد. رجل اعمال؟ طب ما انا رجل اعمال يا عم، الاعمال وبالنيات. صدقني البت دي ما تستاهلش تكتب فيها ورقه شعر واحده، دي يا دوبك ورقه عرفي وجمعتين وبس. يا عم وفر كلامك الماسخ ده، كفايه الاجانب الغلابه اللي وديتهم في داهيه. وديتهم في داهيه؟ انا خليتهم يتفرجوا على شرطه مصر. اسمع يا سيد، عشان تحب واحده لازم تبقى من توبك يا ابني، لازم تبقى زي امك. قال زي امي؟ قال هو الواحد يلاقي فين واحده زي امه؟ هيلا هيلا وهيلا هيلا هو الزمالك يعني.
سيد يسلم حسك. على الله بس بفايده. اتدربوا عادل، الماتش الجاي مع انبي عقدتنا، ما تشمتوش لينا الزمالك. هم كده يبوظوا الطبخ على بقرش ملح، يغلبوا الزمالك وده العادل الاسماعيلي وريال مدريد، ويتغلبوا من اسمنت سوهاج وتليفونات اسيوط. ايه يا ام سيد، ما هم جايبين الدوري السنه دي. اسم الله يا اخويا، لعيبه ب 30 مليون مش عايزهم يجيبوا الدوري، ما مضيعين علينا الكاس. فين ايام زمان، ايام الدسو ابو حباجه، كانوا يجيبوا الكاس والدوري وبطوله افريقيا ب 9 جنيه في الشهر، وترنجين وجزمه كوتشي من باتا، وجبه مكرونه من كانتين النادي، والنبي لا تجري، والنبي لا تجري، والنبي لا تهزها وتجري، والنبي لا تجري. حاجة مسيد، احنا مقدرين حماسك وكل حاجة، بس انا مش عارف يركز. يركز في ايه؟ هو بيعمل عملية منظر؟ يا عم صلى على النبي، ده هو ربنا مشاه بركة الفانيلا الحمراء وروح صالح سليم. خدوا ستة رايح، خدوا أربعة جاي. اهلا وسهلا بابنائي، مرحبا بكم، مرحبا بكم في معبد العلم. مرحبا. مش معقول اللي بيحصل ده، ده مدرج جماعي. واي علم للقانون؟ انه القانون الدستوري. واي دستور؟ انه دستورنا الذي يصون حريتنا ويحمي حقوقنا. هو يعني عشان الدكتور وزير يوم يعامل الطلبه بالشكل ده؟ كانت من اول الدول التي ما تجيبوا لنا كلاب بوليسيه احسن بقى. بتقول ايه يا حبيبي؟ كنت بقول يعني يا دكتور ما ينفعش الكلام اللي حصل ده. لازم نسمع رايه طبعا. اسمك ايه يا حبيبي؟ سيد الجمال. اه اتفضل. يعني مش حلوه في حق الطلبه يعني يخشوا يتعلموا يتفتشوا؟ فعلا مصر بخير وشبابها حر يمارس الديمقراطيه. انا بحييك يا سيد، وعايزك تعرف كويس ان انا مواطن بسيط زيك، شديد الالتصاق بالجماهير، ويا ريت الزمن يرجع تاني واعيش حر زي ما كنت عايش. ادخل السيمه اكل سندوتشات فول وطعميه ومشي بدوده، لكن المسؤوليات هي اللي بتفرض نفسها عليا. انا مش عايز ارهق تفكيركم، ابقى فوت عليا يا سيد بعد المحاضره اشرحها لك. عاش الدكتور الوزير الديمقراطي. عاش الدكتور الوزير الديمقراطي. عاش الدكتور الوزير الديمقراطي. الدكتور الوزير الديمقراطي. قرار مجلس الكليه، قرر مجلس التاديب بالكليه برئاسه الدكتور فؤاد السعيد فصل الطالب سيد محمود الجمال لمده عام واحد، وذلك لخروجه على مقتضيات السلوك الجامعي القويم وعدم التزامه باداب التعامل مع اساتذته، ويتم اختار الحرس الجامعي بمنعه من دخول الحرم الجامعي. الله الموفق. العشر وزير الديمقراطي. معلش يا سيد، انت كمان اتسرعت. اتسرعت يا بنت؟ انا قلت حاجه، هم كلمتين اللي راحوا ولا جم. مش انت كمان ما كانش عاجبك الوضع ده؟ ايوه، بس اللي مش عاجبه الوضع ما يصحش برضه يتصرف بالاسلوب ده. طب يا ستي انا غلطان. معلش، ربنا عايز كده. المهم انك تستغل وقتك في حاجه مفيده. لا ما تقلقيش عليا من ناحيه الاستغلال، انا اساسا شخصيه استغلاليه. كنت عايز اقول لك على حاجه كده، يعني يا ريت ما ترنيش بعد الساعه 10 عشان بابا بيقفش. ها، باي باي. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ والفي الحنية والعياط والبوس والحضن الدافي. أنا الحضن الدافي. مش مهندس بصلاة على النبي كده الكاسد بتاعك الحلم؟ ها، عشان مشوارنا طويل، أغاني سهلالة كده، عشان معانا واحد مصدوم عاطفيا. يا عم اللي تشوفه، ما خلاص ما عادتش تفرق. سينا من سونيا. سينا وسونيا دي مين ده؟ يا عم شغل الكاسيت وما تفتحش بقك خالص. انت بحياتي يا عين ما شفتني زي. انت عبيط يا اسطى. يا عم بقولك عايزين نسهلل نسهلل. خلاص ما تزعلش، ما عادتش تفرق. سينا من سونيا. دايما دموع دموع
دموع. بقولك ايه يابا؟ دايما دموع. اطفي الكاسيت وشغل لنا الراديو، ولو جبت سيرة سينا وسونيا دول تاني نزلنا هنا على اقرب بي بي. وهجيب سيرتها ليه؟ ما عادتش تفرق. سؤال رفيع يا باشمهندس بعد اذنك، انت مانع الفرحه تخش التاكس، هات لنا نجوم اف ام، عايزين نفرح وحشتنا الفرحه. عيد ميلاد جرحي انا، عيد ميلاد جرحي انا، عيد ميلاد. بقول لك يا ريس ما تتقلب بينا وتخلص بقى. يا ماما مش هتبطلي حركات يا عيال دي، ياما ده انت جوزك راجل شهيد، المفروض تقعدي تعيط عليه طول حياتك. عيط عليه يا حبيبي طول حياتي، ده كان بيحبك وكنت مهنياه وما كانش يقدر يستغنى عني وهينتهي على جنة ان شاء الله. في ايه يا ام سعيد؟ حرام عليك اللي بتعمليه في الواد ده. انت ايه جرالك ايه؟ مره تقولي له البيت بيتهد، ومره تقولي له في حريقه، ومره تقولي له في تعلق في الحمام. هتفقدي الامل في الواد كده وهيموت من الخضه يا ام سعيد. ايه الحشرات والصراصير اللي احنا معاشرينها دي؟ لا رش نافع ولا عجينه نافعه ولا اي حاجه، ده حاجه بقت تقرف. اعملي اللي انت عايزاه فيا، انا تحت امرك. ما انا كناش قرايب يا ابو سيد، وام الله يرحمها مصرياتي عليا وهي بتلفظ انفاسها الاخيره تحت الانقاض. مش انت وجوز علينا الرحمه؟ ان مامك دي ربنا يخفف عذابها، انا ما كنتش بطيقها، ده ربنا هدى البيت مخصوص عشان خاطر تموت. امال فين صله الرحم؟ فين صله الرحم؟ حرام عليكي، ده انا قلت انت هتاخدي بالك مني عشان يتيم. طب ما انا يتيمه ارمي بلايا على الناس. استنى بقى عقبال ما تصب وشك بشويه ميه اخلص. ربنا على الظالم. حرام عليكي، ايه اللي بتعمليه فينا ده؟ ايه الارهاب اللي انت عاملاه ده؟ ايه العنطزه اللي انت فيها دي؟ امال لو كنت سواق الطياره ده انت هيلا حته سواق التاكس. سواق التاكس دي هي اللي انت عايش على قفاها. يا ماما براوي برضه عنده حق، يعني لما اروح اتجوز بقى واتقدم للنسايب اقول لهم ايه؟ مامي سواق التاكسي. طب ما رحتش الجامعه النهارده يا رحمان؟ ما عنديش محاضرات. خلاص اخدك معايا استاد مختار التيتش، اعرفك على المدرب تحت 19. تيتش ايه ياما؟ بس انا قلت لك نفسي ابقى شاعر كبير مش لاعب كوره. انت ايه ولا اللي ضرايك يا ولا؟ ده ايه العداوه اللي بقت بينك وبين الكوره على كبر دي يا ولا؟ اشحال يا رب لما كنتش متوحمه فيه على ابراهيم وحسام حسن. مش كنت توحمتي على احمد شوبير كده؟ كنت بتعترك بسم الله ما شاء الله مذيعه الدنيا. طب ما تزعلها ولا ايه اللي حصل؟ دي امك برضه واللي اتكسر يتصلح. ولا انت ما رحتش الجامعه ليه النهارده يا ولا؟ لا النهارده ولا بكره، انا اترفدت. ايه؟ اترفدت؟ استهدي بالله ياما، استهدي بالله، الله اكبر، استهدي بالله ياما، والله ما اقصد ياما، الدكتور هو اللي خدني على اخوانا. دي زينة مرات هيركليس. اترفدت؟ اترفدت خلاص؟ بقيت صايع كده تحوجنا لعمك؟ شيل بقى يقطعني. نسيت اقول لك صباح الخير. شايف عربية عمك يلا؟ اللهم زلها نعمة ومنحة من الدوام. طبعا يا أمه، ما هو ملهبش فلوس السمسارة والبنوك والفساد غير فلوس أبويا. اللي يركب عربية زي دي بقى يا سيد يحس بإيه؟ بتلاقيها مش عايزة لها سواق آلي. النبي نفسي أجربها. جربي إيه بس يا أمه؟ أنا بجربها، أجربها والنبي يا ناس نفسي أجربها أموت وأجربها. تحرميش نفسك يا أمه. سمو الأميرة حنيفة اتفضلي. يخرب بيت حد عمل لك حاجه؟ ايه ده؟ مالكوا بالعربيه؟ ايه اللي بتركبوها يا شحاتين يا فاره؟ ايه يا امه ده؟ انت امه؟ امه هو اللي سيده يبقى له امه. بطلوا حقد بقى، بطلوا حقد بقى، خلوا عندكم روح رياضيه، سيبوا الغلابه الاغنياء يتمتعوا بفلوسهم. انا مش عايزاك تضيع وقتك معايا وانت هو وقتك ملكك. ايه ده العربيه بتولع؟ اجري يلا. بيرفكت، هايل هايل، كل الترتيبات جاهزه يا فندم.
ان شاء الله نستقبل خبر استقبال تاريخي. باربي يس داد، انا عايزك تاخدي الجروب ده وتعملوا لهم فسحه اثريه، توديهم كل الاثار، كل الاثار، فاهمه ولا مش فاهمه؟ اوكي داد اوكي. يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، تعاوننا مع الشركه الاجنبيه دي مهم جدا، هينقل الشركه بتاعتنا نقله فظيعه، لان عندهم تكنيك في الزراعه ما حصلش قبل كده. انا اسفه يا فندم على المقاطعه. ايه في يا بنتي؟ في واحد قاعد بره بيقول ان حضرتك تبقى عمه مع واحده ست شكلها غريب قوي. ده انا عندي عمه وانا ما اعرفش. اسكتي ما تكلميش، هقول لك كل حاجه بالتفصيل بعد كده. الطعيهم الاثنين في الصالون لغايه ما اخرج لهم. نفسي اخد الانتري ده معايا وانا ماشي، بدل الكنبه اللي قطه للدار. اول مره اشوف كرسي بمساعدين. عاجبك كده ياما؟ اهو قطعنا زي ما يكون مستنيين زكاه المال، والمال مالنا يا ابني. احنا مالنا ومال الكلام يا ابني؟ ورحمه ابوك بقى على السير، وخلي الموضوع ده يتم على خير. انا خلاص ما بقتش مستحمل. خلاص ياما اعمل اللي انت عايزاه، بس وحياه النبي ما تعيطي. ربنا يا ابني يصلح حالك يا رب. انت قلت لي اسمك ايه يا ولد؟ ياما اتهلكتي ولا ايه؟ مش عارفه ميني مش متظبطه خالص النهارده، ممكن عشان خرجت من غير ما اخد الشاور بتاعي. شاور؟ خلاص ياما خلص ونطلع على البسين. وري منك ياما. اهلا وسهلا. ازيك يا ام سيد؟ ازيك يا سيد؟ منورين. تشربوا ايه؟ متشكرين، مش جايين نشرب. انا هاخد واحد زبادو فراوله لو سمحت. هاي انتي، هاي، I feel happy to see you and you. I feel happy from my heart. Hi. يا حول الله يا رب. دي بنتك يا حسب يا صلاح بيه؟ Yes, Auntie Armani. ده ربنا. وأنا خالتك حنيفة، وده ابن عمك محمود الجمال. Really? It's nice. ونعم الخلفة يا فكري بيه. دي بنت أنهار؟ أنهار إيه ده؟ لا أصل طنط حنفية تحب تهزر قوي. لا ده أنت لسانك بينقط سكر وعسل يعني بالنسبة للحنفية وكده. خلاص نخش موضوعنا على طول. احنا مش عايزين نعطلك، أنا جايبة لك سيد عشان خاطر إذا كنت تشوف. أيوه أيوه هشوف له شغلة، بس أشوف قدراته الأول. لا ده يعجبك قوي، ده ما يبطلش قراية ليل نهار. يا سلام، كسيب وصليه. شغال عندك في المكتب يا داد. Do you know how to type? I mean, do you know how to use a typewriter? I have two eyes and I can see. When I go to school by taxi early. خلاص أنا هشغلك في المكتبات عندي، بس على الله تنفع. أنت تشغلني صدى ولا إحسان؟ بس يا سبق وقلت لك إن جدك الله يرحمه كان بيالي أملاكه وأراضيه بيع الشرعي قبل ما يموت، لكن أنا ما قصرتش معاكم، قمت بالواجب. لما لجأتولي اديتكوا شقة ما تحلموش بيها، وديني كل شويه مستحمل صداعكم. طب ما تجيب ورقك ونتحاسب. بس يا احمد اسمه سيد طن. سيبيه بقى، انا هشغلك عندي، بس على شرط لازم تعرف حاجه عني. انا الوقت عندي بفلوس. ربنا يديك على قد نيتك يا جورج بي، ويفرحك يا رب بست بارتي. ايه بارتي؟ بارتي ايه انت بتقوليها دي؟ باربي اسمعك. باربي جدا انا عايزك تاخدي سيد تنظفيه وتلبسيه وتخلي مظهره يليق بالشركه. وماله مظهر يا باشا؟ يعني ما هو بسم الله ما شاء الله هو زي الفل يعني. ما تقطعش برزقك هاد الكسي يا معفن. Don't worry dad, don't worry, I make him look so great and I think that I don't work a lot because he is handsome, he is smart, he is a good looking. Please trust me. هي الترجمة هتنزل امتى؟ صورة جمال الباكي. اتلي وطي حسك لا تصحى. اتلي شوف قد ايه جميلة ورقيقة، ومع ذلك حزينة حتى في احلامها. والله ومالك ساحت كده ليه؟ يا ريتني اقدر امسح دموعها واقول لها ان حرام رموشة الباكي، وافهمها ان خدها ارق من انه استحمل. يا ابني هو في ايه؟ هو انت ما عندكش غير الفيلم ده تشغله؟ ما هو انت لو عادي ماشي، انما انت بتقلب معاك بغم اول ما سامي رستم بيدخل وبتقعد تعيط وتصح من عينيك بقى، وانا المواجع مش ناقصه. مش الحرام عليكي بقى، حرقتيلي الفيلم وطلعتيني من احلى لحظه في حياتي. طب بس قوم 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 بس كده، دور لنا على شريط فيديو شغله لنا كده لستيفن السجال. في ام في ام بتتفرج على ستيفن السجال. مال راجل جد وكشر وماشي كده. انا اللي امشي كده ارسمه من السجال. ارجوك يا ام
أرجوكي، عندما يميل كرسي الشمس بين الأطلال، الله يبارك لك، لا تذكريني. بذكرك عليا يا معاف. جمال النايم ولا الباقي؟ هسميها كاسفة. طب خد أقول، خد يا ولا أقول. روح استريح في الكابينة. طب خد غيرني، هات لي ليه أرسين الرياضية. ده فيها ماتش السبورتنج لشبونة وملضية مغراء. يخرب عقلك يا سايق، معرفتكش. ايه رايك يا عم يوسف، بزمتك مش لايق في العز؟ طول عمرك ابن عز يا ابني. الله يخليك. بس العز عمره ما كان باللبس. ايوه داليا، بس المظهر مطلوب برضه. مين قالك ان مظهرك كان وحش؟ اوعى شغلك مع عمك يغيرك يا سايق. عيب يا عم يوسف، مش انا. انا طالع على الشغل، اتكلنا على الله. سلام يا اولاد. سلام. انما ما رحتش الشغل ليه؟ لا انا اتاخر النهارده شويه، اصل رايح الجامعه الاول وبعدين اطلع الشغل. ليه هتقدم طلب يرجعوك؟ يرجعوني فين يا بنتي؟ انا من ناحيه الجامعه دي فقدت الامل. انا رايح عشان جيران، وحشتني قوي، وبعدين بصراحه نفسي تشوفني وانا كده، حاسس ان هي هتنبسط قوي. لا لا يا هتتبسط، ما هي زيك مؤمنه ان المظهر مطلوب. بقول لك ايه؟ اوعى تفتكر ان انا بحب جيران عشان حلوه، ولا عشان زي القمر، ولا عشان ابوها رجل اعمال، ولا معاه فلوس. مش عشان كده خالص، الحب اسمى من كده يا بنتي. انا مش عارفه انا بحبها ليه. بكره لما تحبي تفهمي معنى كلامي. لا بكره انا بحب واعرف. انما ما قلتليش هتدخل الجامعه ازاي؟ الجامعه دي لعبتي، دي اسهل حاجه عندي. طب تقدر تقولي انت لو رحت تقابل اهلي هتقول لهم ايه عن نفسك؟ هتقول لهم شعر برضو؟ لا اروح ارقص لهم اكيد، مش هقول لهم شعر، بس انا عندي امل في بكره. اللي هو ازاي يعني يا فالح؟ انك تاخد جايزه نوبل في الشعر؟ لا نوبل في الزيت. انت غلط حطاميني. انت بتعمل ايه عندك؟ وايه كوم الزباله اللي حواليك دي؟ دي بتنجان يا باشا، اتفضل بسم الله. ارموه بره الجامعه وشوفوا لي مين اللي دخله هنا، ولفوا لي الاكل ده، حرام الاكل ده يترمي. ورا الرياح. بالعكس، انا مستريح جدا. بس انا في حاجه واحده بس هي اللي تعباني. جمالك. نعم. بقول لك ايه، ما تيجي نحط فوطه على العداد ونطلع مع بعض سوا. عندي مطرح محندق هيعجبك قوي. يا سلام يا بي، اما انت عليك فراسه. عرفت ازاي اني معجبه بيك؟ يعني حسيت. لعلمك انا التاكسي ده عامله مخصوص عشان المسخره والهلس، مش عشان الشقه يعني واكل العيش. انت تقعدي معززه مكرمه وبالهلس والمسخره يجوا لحد عندك. انت بقول لك ايه يا بيه، انا عندي مطرح قريب من هنا، ما اقولكش بقى الهوا فيه بيطز طراوه شويتين، يضايقك؟ لا ابدا، انا احب الطراوه، احنا محتاجين الطراوه عشان ال طيب على البركه بقى. الله يسعى عليا غير تطفير الشعر، ما فضلش غير حمي كمان اتعادل. اوعى يا شفاق، بالذمه دي كره تقلش، دي كره تقلش. بس انت سامحتها من الصبح عماله تقول لك في الاحمر مفيش فايده. سيبيني في حالي يا اما، الله لا يسيء. نبدا الحكايه كده، شكلها عاطفي يعني. انت بتحب يا واد من ورايا؟ بحب انك تسيبيني في حالي. ايه ده؟ انت من دلوقتي هتخسرني عشانها؟ امال لما تتجوزها هتعمل ايه؟ هتحطني في الوفاء والامل؟ ياما كتير قوي اللي بتعمليه ده، كتير قوي. انا سيبك استنى ماشي. صارت ايه اللي يا سيبالي عن امك؟ يعني هتكتبها لي باسمي؟ ده بيقولوا في مسلسل على القناه الثانيه. يلا يا ريخ. الله يا عيني، عيشنا وشوفنا. جه الزمن اللي مصر تبقى فرحانه انها اتعدت مع توجو والجابون. بس كوني منتخب ده، نعمل فرقه صاعقه على حق ربنا. اجيب الواد طلحه راغب ومعاه عمرو عبده وعمرو الداني،
واحط عليهم احمد عيد عبد الملك. ويا سلام بقى، يا سلام بقى لو الواد محمود عبد الحكيم بتاع البيت روجيه في الدرجه الثانيه بيلعب تحت الاثنين راس حربه، تسروا منه للجون على طول. ويا عيني يا عيني على هاني الحسن الهفرايت بتاع الترسال، ساحر 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 ساحر. والعب براس حربه واحد حماده شنح والهجمه المرتده وجول وخلص الماتش 4-1. وعايزين سمير كمونه يا خالتي. اشمعنى؟ الاكل محتاجه. بتاكل زي اكل الحمار في النجيله، لا الحمار بيشبع ولا النجيله بتخلص. طب وحياه ابوك شويه نجيله بالثوم. اوعي ايامك. ايدك انا عارفه انك ما بتحبش الجمله دي، بس دي جميله قوي يا سيد. بجد عجبتك قوي؟ يا مين دي اللي جميله يا سيد؟ بس دي الحب الجديده لسه كاتبها يا عم. بلاها يا ولد، اوعى تكون فاكر ان انا كيس جوافه. واقف احترمني امال. ما تقلقش يا عم، بس دي مش غزاله، غزاله دي زي اختي، دي البنت زميلتي في الجامعه اسمها جيهان. ومين جيهان دي يا لئيم؟ داليا تبقى تحكي لها. داليا ونما ما تنسيش في ايديها. ماشي يا سيدي حاضر. مش هتقعد تفطر معانا قبل ما تمشي؟ لا الف هنفطروا انتوا بقى، لازم امشي لحسن عمي حاططني في دماغه. سلام سلام. ما جيت بوسه يا بوسه. يلا يلا بوسه واحده منهم. يلا يا سيد يا دت. بصي يا جيهان، انا جايبه لك معايا جواب من السيد. انا ما فيش بيني وبين حد جوابات. وبعدين هو ازاي يبعت معاكي حاجه زي دي؟ ايه في ايه بتكلميني كان انا غريبه ولا ايه؟ وانا ما اعرفش اللي بينك وبين سيد. ايه بقى اللي بيني وبينه؟ ان شاء الله سيد بحبك وانا كمان بحبه، بس زي اخويا يعني. اه بس هو ما يعرفش كده خالص، انت لازم تقوليله. اقول له ايه بس؟ واحد بيقول لي طول الوقت كلام حلو ويسمعني في اشعار وبيرن لي 55 رنه في اليوم، ما بيهونش عليا اكسفه. وبعدين هو لما يكون عايزني يقول لي الكلام ده بشكل رسمي. مش لازم تكوني بتحبيه الاول؟ حب ايه بس يا بنتي، ما تخليكي واقعيه. انت بكره تبقي مذيعه ولا صحفيه كبيره. الحب والكلام الحلو ده نحب نسمعه بس، لكن احنا عايزين اللي ينفذ، اللي يجيب شقه ويقدر يفتح بيت. وعايز اقول لك على حاجه، لما يكون عايز يقول لي حاجه يبقى يقولها لي هو. اوكي يلا باي. بعرف زغرت كنت زغرت. طب ما تقولي ليه كنت زغرت مكانك؟ عشان في واحدة حبيبتي أول مرة أشوفها واقفة قدام المراية تتزوق. أنا؟ لا أنت فهمتني غلط خالص. أنا بس يعني كنت بجرب كده شكل في دماغي عشان قريب هتقدم لامتحان مذيعات في القناة الفضائية الجديدة اللي بيشتغل فيها الدكتور عندنا في الكلية. طيب يا بنتي ربنا ينولك مناكي. بابا 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 بابا، عايز اسالك سؤال. قول. هو ليه الرجاله يعني بس تهتم بالشكل اكتر من اي حاجه تانية؟ دول الرجاله التافهين بس يا بنتي. يا سلام، يعني انت لما حبيت ماما ما اهتمتش بشكلها خالص؟ لا اهتميت طبعا، ما انا كنت تافه زيهم. معقول الكلام ده؟ لغايه دلوقتي مش عارفين تخلصوا التعليق بتاعه العماره؟ ده تهريج. اصل السطوح في شقه صغيره متاجره ايام مرحوم والدك وسكانها رافضين ياخدوا الشقه ابدا. ليه؟ معاهم ورقه تمليك مثلا؟ لا في عقد ايجار، بس يعني ممكن يتصرف فيه وبيقبض دماغهم في المحاكم. اما ممكن تخلصوها؟ ما خلصوهاش ليه؟ مستنيين ايه؟ طيب اسمعني. هاي ديد. ايوه تعالى سيب عايزك. استنيتي سيد، بقول لك ممكن تكتب لي كلمتين حلوين اقولهم قدام وزير الصناعه في افتتاح المصنع الجديد؟ اللي فيها كام بقى في الصناعه النبي؟ فيها كام بالصلاه على النبي؟ ايه عامل محاره؟ ايه الالفاظ؟ حسن الفاظك، ده انا هدي لك 150 جنيه. ايه؟ 150 جنيه؟ دول ما يجيبوش عيش كايزر يا باشا. لا ما ده من 150 جنيه استرليني ده، استرليني استرليني ده، بليز بليز بليز. الله يخليك. انتوا فاهمين نفسكوا ايه؟ بس مالكش دعوه بالموضوع ده يا استاذ سيد، احنا محترمينك عشان خاطر عمك. عمي؟ ما هو اللي بعتهم؟
وعايزين سلامته. الموضوع بسيط، هم واخدين السطح ده جدعانه من جدك الله يرحمه، يعني مش قانوني، والعماره هتطلع 5 ادوار، ولما تخلص نبقى نديهم شقه فوق السطوح. عايزين نبات انا وبنتي في الشارع يا ولاد الكلب. مش هتمشي يا عم يوسف، روح قول لعمي ولا اقول لك انا اللي هقول لك. احنا سلمناك الانذار يا عم يوسف، ويا ريت تدبر نفسك احسن. يلا بينا يا بيومي. يلا يا باشا. كمان اسمك بيومي؟ خلاص بقى يا عم يوسف فكها بقى يا عم، ما تجيب بوسه كمان واحده بقى. ان فكركم الجديد، ان فكركم الجديد الذي تديرون به الصناعه المصريه لهو امر نفتخر به نحن العمال الذين لم ولن نتردد في ان نكون وقودا يدفع عجله الانتاج الى الامام. فين الزفت السيد راح فين؟ الكلمة بتاعتي معاه؟ ساعتك هو بيطبعها الكمبيوتر حالا هتكون موجودة. وتقبلوا سعادتكم خالص تحيات عمال شركتنا وخالص تحيات عمال مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الوزير، لا أجد كلاما أقوله لكم بعد كل ما قيل، ولذلك فقد أسالت زيارتكم الكريمة الشعر على لساني وفجرت الإبداع في صدري، فانطلقت أجدو بهذه القصيدة مرحبا بكم، ولعلها تنال إعجاب سيادتكم. البدر ساب السما ومن عندنا بيطلع، يا ضي في وجود الوطن بيشعشع ويشعشع، اليأس من بسمتك بيجري ويفلسع، شمروخي بيحنلك شمروخي، انديلك العاش مقطوم في حضني يا سبب نكبتي وحزني. انت انسان سافل ومنحط وحقير وما تربتش، وانا العربي يا بيه، ده الواد بيحبك، ده انت مثله الاعلى. لا العفو، احنا الواطشين، احنا الواطشين يا بيه. بص انا هقول لحضرتك على حاجه، انا هجيبه لغايه عندك من قفاه ونقعد مع الوزير كده قعده عرب ونهدي النفوس. الو الو، قفل السكه خش. طبعا. طيب يا سيد. طيب يا ابن بطن، ان فتحت بطنك ما بقاش انا. This is the last sons of Mankara. This Kara. Look at his face. Look at his profile. If you won't touch him, give me 15-18 pounds. سيبني فين يا ابو رايح؟ موبايله مقفول وما تستهبليش، انت عارف مكانه. ام سيد، انت كده بتسيئ لسمعه مصر، ومصر مستهدفه اليومين دول. الوقت فين؟ انا عايز اشرب من دمه. ما تدخلينيش في خناقاتك مع ابنك يا ام سيد. طيب انا هخليك تقطع ام سيد. اه بس يا ام سيد، راح الجامعه يقابل جهان. هي فيها جهان كمان؟ Who is this, Abu Rawia? This is the last daughter of Nefertiti. If you won't touch him, give me 15-18 pounds. ايه ده؟ اوعي، اللي هيتطش بيها تجيله بالشوط. يلا يا حسالة الأجانب يا عرب، هتهمك؟ شفتيني ولا ايه؟ لا مبسوطة، بس ما كنتش متوقعة ان اشوفك يعني. اصلك بصراحة وحشتيني، قلت اجيب نفسي بقى عشان اعرف رأيك في القصيدة اللي كتبتها لك. اصلك بصراحة تعبت فيها قوي وكتبتها لك بدم قلبي يعني. ايه ده؟ هي داليا ما رجعتها لكش ولا ايه؟ انت مخديهاش؟ لا طبعا، وبعدين انا كنت باخد منك الحاجات دي على سبيل الزمالة، لكن كل حاجة وليها حدود يا سيد. وبعدين انت لازم تخاف على سمعتي. انت مكبر الموضوع قوي كده ليه؟ هو انا كتبت لك كلام ابيح ولا حاجه؟ انت برضو مش عايز تبطل هزار يا سيد. خلاص لما اكتب لك بعد كده حاجه اجيبها لك بنفسي، وبعدين غطي لنا كتفك ده والنبي. انت مش عايز تفهمني ليه بس يا سيد؟ خلاص تعالى وصلي. لا يا سيدي متشكره. تعالي بقى بطلي رخامه. لا مستحيل. ما تيجي بقى. لا برضو مش هيجي. ها اركبك تاكسي. لا هدفع انا. طب تاكسي تاكسي.
يا اهلا يا اهلا بالشباب الامور. انما يعني معلش قبل ما نطلع قولي، هي السنيوره دي تبقى مراتك؟ لا طبعا. ضربين ورق عرفي ومسجلين على شريط كاسيت؟ ايه يا ست انت الكلام ده؟ بقري فتحتك متكلم عليكي، غلط معاكي. هو تحقيق ولا ايه؟ ده مجرد زميل. حس كده بقى يبقى جنبك تشرف هنا جنبي يا مجرد زميل. انما انا يتهيألي شفت خلقة حضرتك دي قبل كده. لا ما ظنش. جايز الواحد ياما بيشوف اشكال ما يعلم بيها الا ربنا. انما على فين العزم في صلاح سالم يا مجرد؟ على فكره انا مش رايحه صلاح سالم، السيده عائشه. انت مش قلتيلي انك ساكنه في مدينه نصر؟ بس اصل ما هو احنا قاعدين اليومين دول عند تيتا. سكتك على قفاك. ومالي يا حبيبتي، ما هي السيده عائشه تمشي برضو صلاح سالم ومدينه نصر والزمالك لو عايز. عليها اقساط. سحنة حضرتك مش غريبة علي، مش انت برضو تبقى ابن المسيد اللي هي بتبيع شوية وفضل بقدونس على نص تحرر السمكة اللي في المدخل تشوف الوش؟ ايه ده بقى؟ وانت عرفت منين ان اسمك سيد؟ كلك ذوق وكفاحة والله العظيم، وانا من نوعية الناس اللي بحترم قوي 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 الناس المكافحة اللي زي حضرتك كده، وبنحني لها احتراما وبضعف قوي قدامها. ماشي انحني. انما مين هيدفع بقى البنديرة؟ سعادتك ولا السنيورة؟ ما قلنا كلك ذوق وكفاح. ماشي. بس والله يا بنتي انت نفسك حلوه قوي. صح، كل فوله مسوسه وليها كيال معفن. ما بس بقى مش هتصنفي الاشكال اللي تمشي معاها، انت ماشيه معاها من ورا اهلك. ايه يا ست انت لو سمعتي الكلام اللي بتقوليه ده، على فكره ما يصحش كده خالص، مش معقول كده. انا مالي، انا بس انصحك نصيحه عشان انت زي بنتي. اوعي تخليه يسقيكي حاجه من الازازه مش متبرشمه، الازازه لازم تبقى متبرشمه وتسمعي صوت طقطقتها بودنك، والا تصحي تلاقي نفسك خائفه من شيء ما. بقول لك يا حاج ونبي ما تشغلنا الكاسيت لحسن، احنا اتخانقنا على الاخر. بايظ والله، بس انا ممكن امنجهكم يعني. امنجهكم؟ ها؟ في سيد جيت ابوسه، ايروي لوالي بوسه، كل البنات بتبوسه، واشمعنى انا يا سيد؟ ردوا! واشمعنى انا يا سيد؟ ايروا لوالي ويشوا، كل البنات بتغشوا، واشمعنى سيد؟ واشمعنى سيد؟ يا حاجي هو ده اللي حصل يوم وانا رجل ضمير. انا كده غلطان؟ هو كده غلطان؟ عايز اتكلم معاه ابني شوية. ما انتش غلطان، انما يا خبيتها انت فاكر ان عمك هيفوتها لك؟ اجي ده اهي اترفدت كده من الجامعه ومن الشغل. عايز اتكلم معاه ابني شويه. هتقضيها سنكحه بقى على قفا امك؟ انت بتزل ابنك كده ليه؟ في ام في الدنيا تزل ابنها كده؟ يا ست اللي بيقول الام مدرسه، انت ما حصلتيش حضانه حتى. الصراصير بقت في كل حته، في البيت وفي القهوه، لا رش نافع ولا عجينه نافعه، شباشب بقى ولا ايه؟ والنبي ما في زي سيد. بس جه في وقت مش وقته يا مسيد. متشكرين على الاضافه العميقه دي يا عم يوسف، بس انا غلطانه اني احترمتك، تصدق؟ عم يوسف وان منت لو سمحت، دلوقتي دي مشكله عليا وبنحلها احنا الثلاثه كعيله واحده. بقول لك يا امه، تعبيني دور دومن على كل اللي صرفتيه عليا طول حياتك. لا اله الا الله، ولو كسبتك تصرفي تاني، تتخلفونا وتنسونا. ايه ده؟ ايه المؤسسه اللي جايه علينا دي؟ جدال يا جي؟ يخرب بيتك يا بيت داليا. ايه القمر ده؟ يا سيد، انا واقف جنبيك كيس جوافه يا اخي. يا داليا، انت عملت نيو لوك ولا ايه؟ كان مستخبي فين ده كله؟ داليا طول عمرها زي القمر، بس هي اللي ملهاش في سكه البنات المايصه بتوع اليومين دول. امال ايه اللي جرى؟ قررت تنحرف ولا ايه؟ اعوذ بالله يا طنط، اصل كان عندي انترفيو في قناه فضائيه، عايزين مذيعات تحت التمرين. اكيد طبعا هتنجحي، هم يطولوا يبقى في مذيعه زي القمر كده. هتصرف طولك يا ولد، هات له ميه وسكر يا دوب. اشرب الشاي يا سيد. جرى ايه؟ ما تلم نفسك يا ابو راويه. مذيعه معده اشيل شرايط اللي يجي منها. مش عارف ليه حاسس ان اول مره بشوفها. اصل في ناس كده ما يهمهاش الا الشكل البرار. تعا جنبي يا توت، تعا جنبي يا حبيبتي. تعالي يا قمر. اسمعي دي، ما قلتليش يا رومي، ايه اخبار البت اللي بتسرح معاها اليومين دول؟ جرى ايه؟ اما انت جاي تهدي نفوس ولا ايه؟ دي عواطف، مالكيش دعوه بيها. ما قلتليش ليه جهان ما خدتش جواب؟ ما رضيتش ازعلك. ما رضيتش ازعلك.
عقبال ما تسترجل كده وتلاقي شغلانه عدله زي ده. سيد ليه عندي شغلانه هيكسب من وراها ده؟ هيسرح معاك بالعربيه هيخرب بيتك. واسرح ليه وانا عندي عربيه؟ التاكسي ده لا انساه خالص، ما جيش في مخيلتك. ما تديله فرصه يا ابو سيد، جايز يفشل ان شاء الله. ان شاء الله يبقى يجي لك فشل في شنبك يا بعيد. يا اما ثقي فيا واتكلي على الله بجد، والله العظيم اشرفك. ما تبقى تنجح في امتحان السواقه الاول. ما انا عندي رخصه. لا رخصه ام سيد حاجه تانيه خالص. اركن يلا. بس بقى يلا اركن يا ولا نكبر. اركن يا ولا بقى. مش بمساجد بقى، العربيه دي ورثها ابا هدوم. طب وحياه امك ما انت راكبها. يا ماما تكلمنيش انا اخبر حتى سلم عليك. قلتم يا ماما قلتم 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 على امك قلتم. اركن يا ولا ماشي. اركن يا ولا. هات امي اكون سارقها وما يعهالك عشان السرقه دي تبقى عامله زي. طب انا تخرب بيتك تخيل على لجنه تخيل على لجنه تخرب بيتك. انا عايز ابلغ عن ابني يا باشا، ما بيعرفش يسوق وسرق العربيه وخطفني يا باشا. ما قلت لك يا سيد الليله دي مش هتجيب همها. معقول كده يا عم يوسف؟ يومين بحلم ومحدش يعبرنا. وين اللي كنت فاهم الناس هتبقى عليك بالضرب؟ لا الكلام ده كان زمان، الحب مالوش مكان في الزمان ده. الحب كان على ايامنا احنا جيل الثمانينات، ياما ضيعنا فلوسنا على الحب والعشق والغرام. الله يرحمك يا راوية. صحيح انا قبل ما سألتك ابو راوية، هي راوية دي بنتك؟ بنتي راوية دي قصة حبي الوحيدة، ماتت بعيد عنك في أزمة لوكيربي. عارفة المشكلة دي؟ الطيارة اللي وقعت في ليبيا حكاية كده يعني، ومن ساعتها اسمي مرتبط باسمها ابو راوية. امال انت اسمك ايه؟ ابو عزة. يا عم وحياة ابوك ما تاكلش دماغنا بقى يا عم. روية دي يا عم كانت نشالة واتفرمت وهي بتنط من الاتوبيس، خلينا في اللي احنا فيه بقى. ما انا قلت لكم يا سيد جوابات الحب دي موضة قديمة في زمن الانترنت والرسايل والتكاوي. لا يا داليا ما تقوليش كده، الحب عمره ما هيموت الا في حالة واحدة بس، لو الانسان انقرض. انقرض؟ انقرض ايه؟ هو فار؟ انقرض يعني يا ابو روية. حلو قوي، احنا كده فضلنا كاميرا التلفزيون ونبقى في برنامج مسبير. عندك حق يا معلم، احنا لازم نعرف ايه اللي بياكل اليومين دول مع الشباب. اي حاجة بتاكل الا الكلام ده. انا عايزك تسيبك بقى من الكلام العاطفي المزوق ده، احنا لازم نوعي البنات ونرسيهم. النهارده اي شاب بياخد البنت بتاعته على الطريق الدائري ويسحب منها اعز ما تملك ويخلع. عندك حق يا ابو راويه، مفيش قصه حب تعمر دلوقتي، العيال عايزه تتجوز عرفي وخلاص. احنا في زمن العرفي. ايه الكلام ده يا عم؟ يعني نجيب رزمه ورق ونكتب عقد عرفي؟ لا احنا نفتح مخنا حبتين. اوعوا تطمعوا الشباب فيكم، اسالونا انا الشاب من دول تسيبي له ايدك يمسكها يلعب لك في شعرك مسجات وق ومق وبعدين يقول لك الله عليك وانت واقفه بين ايديا وبعدين يقع المحظور وتاخد استماره سته. اوعي اوعي تجري وراه، هو اللي يجري وراكي زي البوبي لغايه لما يتعب يروح لابوه يقول لي يا بابا البنت مؤدبه ملهاش تجارب جوزها لي يا بابا بوس ايديك. اسالوني انا، انا قديم والقرعه دي مش من فراغ. اوعوا تطمعوا البنات فيكم، الصنف ده انا عارفه كويس. اجري في البنت تحبك تحب البنت تكرفك، البنت من دول تيجي تمسك ايديها ولا تبص تقولك لا انت اول واحد يبوسني، والمشكله انك بتلاقيها بتعرف تبوس. طب منين؟ وبعدين تقع في المحظور وتقولك اتجوزني ويبقى كده يابا انت تثبت. اوعى اوعى تجري وراها، خليها هي اللي تجري وراك زي المعزه الزرايبي لغايه لما نفسها يتقطع. ساعتها هتروح لابوها تقول يا بابا جوزهولي ده مؤدب ملوش تجارب، صدقوني انا اسمعوا كلامي القرعه دي مش من فراغ. طب بحكم خبرتك ممكن تقولي ازاي شدت بنت ليا؟ تنك وراها لغايه لما تحبك. تنك ايه بس؟ قصده يعني تعمل اي حاجه عشان تلفت نظرها وعشان تخليها تحبك؟ يعني اقف تحت البلكونه اغني لها في اغاني والدنيا تمطر عليا؟ ايوه يا اخويا، لو لازم الامر تعمل كده هتعتبرها منك حركه جريئه من شاب جريء، وبعدين اللي بيحب لازم يضحي عشان حبيبته. ما انت لسه قايل دلوقتي لازم نكرفه. وانا مش قايل محدش يقطعه؟ وبعدين انت كشف ولا استشاره يا مشمش؟ يا عيني يا ليلي يا ليلي. الله يا سيدي. ايه رايك في صوتي؟ بس بيتها اهو. بيت مين؟ نعرف بيتها يا عم. طب ما تنادم عليها. نادم؟ ايوه نادم عليها يعني. تصدق انا نادم ان انا عرفتك اساسا. نادم؟ طيب قولها ايه بس؟ نادم عليها كده. نادم؟ اه نادم. ما تقولش نادم. ايه اللي هو بينادي يقول يا هي يا هو يا يا اه يا اه يا اه يا اه. ك
كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي ايه يا عم استنى بس هجيلك اقولك ان كلك على بعضك عندي بالحياة قول معايا هو ده يلا كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي جزار. يا عم يعني اللي ابوها جزار بتتختم يا معلم احنا غلطنا بس يعني رد الفعل ده مش عاطفي عاطفي ليه شايفني ببيع الورد في الفالنتاين نهارك جملي وليلتك مفرومه بالصلاه على النبي نولي السطوره بتولي يا معلم سؤال بعد اذنك لو سمحت هل ممكن بعد ما تضربونا تدونا كيلو لحمه ضاني اوي من عينيا ماشيها مخاصي لا أنامي ولا تراكشي أنا بس اللي لطشلو هم فاكرين نفسهم إيه عشان هم جزارين نبقى إحنا فريسة لا يا حبايبي لا ده إحنا لحمين أغلى بكتير قوي من المفتكر معفن اللي بيبيعوه ولا لحمين غالي ولا أوات كده رخص خلاص إهدي بس يا طب خناق مع الناس دي عمر ما يجيب نتيجة لا يا حبيبتي لا أنا دمي بيفور كل ما أفتكر إن الواد كانوا بيضربوه بينطشوه سيد ده أنا بس اللي لطشلو ده واد حساس ومتربي ما بيحبش الإقلام مش زي الشحط ده خلاص سيبوها انزلي انزلي اللي بتوع المفتاك الميت يا ام قلب ميت بس المشاكل ما تتحلش بالطريقه دي عمر الخناق ما بيجيب نتيجة وبعدين يا ابني انت ضربت سمعة البنت في مقتل نفترض ان هي نازلة تجيب علبة صلصة او كيلو مكرونة مقصوصة من عند البقال وطلع لها واحد قاطل عن العمل وقال لها نفسي يعني انت كان المفروض تبقى ألطف من كده تغني لها مثلا تخنون فدك نص عمرك اللي ما شفته مصر اكذب عليك اكذب عليك كتير اكذب عليك 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 Bye.
فساد في فساد ومسميني نفسه قال سيد العاطفي، وطبعا اداره الاكاديميه ولا هي هنا، وده ما يرضيش حضرتك. صدقيني شبابنا في خطر، وده بيحط تحريض الشباب على المسخره وقله القيمه. انت قاعد اللي قلت البيت بتاعتي تكربني وتديني على دماغي؟ اعوذ بالله يا باشا، ده انا لا عشت ولا كنت. امال مين انت؟ العفو باشا، العفو، ده انا حتى اخرس امبارح قريت جواب من اللي كاتبهم، ما عرفتش انام طول الليل، جسمي اشعر من الكلام ده زي الرصاص. اتفضلي حضرتك جرنيه. تاكد ان انا هكون في منتهى الحزم والقسوه. ايه؟ انت اللي اسمك سيد العاطفي؟ ده شكل عاطفي يا باشا، هو العاطفي اللي بتدوروا عليه. انت عايز منه ايه؟ معاك اذن نيابه؟ ليه احنا داخلين شقه؟ انت معايا بيتك ولا ايه؟ خدوه على البوكس. تيجي فين يا باشا؟ دي ملاش دعوه. امشي انت يا داليا، قصدي يا شاطره، يا اللي مالكيش اسم معرفهاش. خدوه على البوكس. شفتوا بقى اخره الحب ايه؟ عشان تعرفوا بس. دادي ومصطفى سيف سيد، او النبي ومصطفى سيف سيد يبارك لك يا صلاح بيه. الواد ده لا يطاق، انا هتدخل في الموضوع وانقذه عشان خاطر المرحومه هو بس. ابن اصول والله. الله، مين الحلوه الاموره دي؟ ما تعرفوني بيها؟ دي داليا بنت عم يوسف جارنا، ده هي اللي جريت وبلغتني والنبي. الله، بنت عم يوسف. الله، كبرت ليه كده يا بنت؟ متشكره يا باشا، بس يا ريت الحق سيد رجالة سعادتك يا سعادة الباشا عايزين ترضوها هي وابوها من البيت. طبعا راجل طيب زيك وامير وفل هنا وبفتة بيضة، ما رضكش تعمل فيهم كده؟ لا يرضيه ازاي؟ باربي خدي طنط حنفية على الاسم مع المستشار القانوني ويحل الموضوع هناك. يلا ده العشم برضو يا امير يا ابن القمر. انا هقعد مع الانسة عشان ادرس الموضوع كويس. كمان طنط كمان، I'll tell you something sweet, but please please understand me. طب بلاش بقى فرنساوي، كلميني انجليزي عشان افهمك. اوكي. جيهان جيهان، في ايه تاني يا سيد؟ في ايه تاني؟ لسه خارج من الحجز عليك يا عادل، وتقولي في ايه تاني؟ طب كويس والله ان انت مش جاي لي هربان من السجن وجايب لي مصيبه جديده. مش كفايه اللي حصل لي في بيتنا بسببك والموبايل اللي خدوه مني؟ موبايل ايه يا جيجي بس؟ ما انت عارفه ان انا ما اقصدش، وكمان عارفه اني بحبك وبحبك اكتر من اي حد في الدنيا دي. تقوم تفضحني كده يا سيد؟ افضحك ايه بس بقى؟ ما انت بصراحه اشتغلتيني في حوار كده مش حلو، وقلتي لي ابوكي رجل اعمال وطلع جزار. عندك لو سمحت، انا لسه عندي كلمتي، انا فعلا بابايا رجل اعمال، بس رجل اعمال متخصص في الثروه الحيوانيه. انت مكسوفه تقولي جزار؟ هو حد طالع يا بنتي؟ على الاقل بيبيع اغلى سلع في البلد. يا سلام يا اخويا، وانت بقى وكلامك عن امك، وبالاخر ماما طلعت تاكس. تاكس؟ انت شرشحي لي جال في الشارع ولا ايه؟ انا فيه اللي مكفيني يا سيد، وكمان كفايه المعامله اللي بيعاملوهاني في البيت. وبصراحه كده بقى انا متقدم لي عريس. عريس؟ يعني ايه؟ يعني جاهز وعنده شقه وفارشها وابن خالتي، وما اقدرش اقول حاجه. طب وانا؟ انت ايه؟ انت تشد حيلك ويا ريت تيجي تتقدم لي من بكره. اتقدم لك؟ انت بتهيسي ولا ايه؟ هو في شاب في ظروفي ولسه في الجامعه وينفع يتقدم ولا يتجوز ولا يفرح حتى؟ بس عامه خلاص انا صالحت مع عمي وهشتغل عنده، والظروف خلاص هتتحل، اصبري عليها شويه. طب انت لو مكاني تعمل ايه؟ الظروف اللي انا فيها في البيت دلوقتي ما تسمحليش ابدا انا اقول لهم لا. وبالمناسبه انا جبت لك الجوابات اللي انت كتب لي فيها الشعر، اتفضل خد انشرها في حته ممكن تنفع. انشرها؟
انا يا بنت جايب لي غسيل. ترى يا سعد انت بتزعلي كده ليه؟ انا ما وعدتكش بحاجه. يا سلام، ما تقولي لي خلينا اخوات احسن. هو انت اصلا عندك شك ان احنا اخوات؟ انا اول مره اشوف واحده ست محجبه وكبيره في السن ولابسه تريننج. لعلمك انا مش كبيره ولا حاجه، هي بس خدمه العجل وطباط الشوارع وعشره الميكانيكيه هي اللي بتشيل الهم. انا اسف اذا كان سؤالي ده يا حضرتك. بص انا هقولك على حاجه، طالما ما سالتنيش عندك كام سنه عشان عيب تخشي بالك ان انا عندي 30 سنه، وطالما ما سالتنيش انت اهلاويه ولا زملكاويه عشان طبيعي ان الانسان لازم يبقى اهلاوي، وما سالتيش انت ارمله ولا متجوزه عشان خاطر ما تفكرنيش بالمرحوم، غير كده اسال في اي حاجه. انت بتسال في ايه بقى؟ نسيت التريننج. بص اصل انا ساعات يركب معايا زباين ولاد الخيشه صراحه. لا زي حضرتك طبعا، الواحد فيهم يبص في وشي يقول انت اتراكتيف يعني مسمسم. لقيت اي واحده خواجايه ما عرفت ابو راي الله يحرقه، شافتني فين دي؟ ده انا كنت زمان خارجه من تحت ايدين خرات البنات يا اختي، كنت فظيعه فظيعه فظيعه. كان السمنت الكوره دي بيضة مرمر. ده انا ورا واحد جاري بص عليا كده، طبعا شركو فرته بس على اخر سور بقى، اخر حته في الحمل كده عشان ما اخبطش في السور وكده. ام بص كده شاف السمانه كوبايه الشاي كانت في ايده مغليه، وقعت الله اكبر على بتاع الفحم اللي تحت اتحرق. الله يجازي الزمن، ده انا كنت مستتته والله. انا كنت نايم قوم قالوا لي اصحي اصحي انت بقيت مرات شهيد. قلت لهم الله مرات شهيد ازاي واحنا مش بالسلام؟ احنا بدينا بالسلام، ردت الدنيا علينا بالسلام. يا سلام يا سلام. قالوا لي معلش اصل اسرائيل غلطت ومصحيها فينا المره دي. الله يرحمه كان بيحب الخدمه في سينا قوي، وهو راجع بقى من نوبه كان يجيب لي شامبو بلسم اتنين في واحد وحاجات كتيره وكده يعني. طلع واحد بعد يكون اسرائيل، قال لي اسرائيل ده وليه خلاص كان انت انت دخل بيتي بتاع اسرائيل اتهمت ولا ايه؟ الله يرحمه بقى. انا ما حكيتلكش على الواد سيد. سيد ده بقى اللي جه على شوقه، واد زي العسل بس كان لسه يطلع لعيب كوره. الواد مخه مركب شمال عايز يطلع شاعر. اصل ابوه كان شاعر، كان بيحب الشعر قوي بس كان بيكتب شعر زي الزفت، كان شعر وحش قوي. انا كنت اقول له الله ده انت شعرك جميل، انت عارف يعني الرجاله مخخه ضيقه. تمام بقى ده باين انه مات هيعطلنا بقى، مشوار مشرحه وبوليس ومواضيع. يلا الله يرحمه كان حشر ورغاي قوي. حسبي الله ونعم الوكيل رب العصار. انا عبد المأمور يا حاج، لو انت عندك محامي يا حاج انت تقدر تتظلم. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا عم يوسف حقه حقك عند ربنا. يلا يا حبيبتي هاتي حبيبك وانتي تعالي على جوه. وانت ذنبك ايه بس يا طنط؟ احنا هنتصرف. تتصرفوا في ايه؟ ده انتوا هتنورونا لغايه الغمه دي ما تنزاح، ولا ان شاء الله حتى عنها ما انزاحت احسن اقعدوا معانا ولا. ما تقلقش يابا انا هشتغل واساعد وهنقف على رجلينا من تاني ما تقلقش. ادي اخرك الفرجه على المسلسلات، رجلينا ايه اللي هنقف عليه؟ يلا يلا ده هيبقى لب وسوداني وسقع وسخن للاتي قدام التلفزيون وهتبقى عسل. يلا يلا يا جنور يا جنوش. اما اما ايه ده؟ يا سيد في ايه مالك؟ انتوا اللي جابكوا دلوقتي؟ يظهر اننا جينا في وقت غير مناسب. اخر حاجه كنت اتوقعها امي وعم يوسف. انا طول عمري ما بستريحش للراجل ده، وكنت حاسس ان نهايته هتبقى على ايدي. ده علم يا استاذ الله. وليكوا عيب تضحكوا للدرجه دي؟ الخطيئه غيرتكم؟ عملنا لك ايه عشان تبرمغي شرفته في الواحد؟ انا مش قايله لك من ساعه افطر نفسك؟ اجل وكمان بقاله ساعه قالع. انا قلت لك خليك كلام السكك تتكلم علينا. وكمان بتضربيني بالقلم؟ انت ظلمة. ايوه ظلمة ظلمة. وناقص تقول لك ان عم يوسف يبقى باباك. لا مين سيد؟ الحمد لله على السلامة. استغفر الله العظيم، هي حصلت لي كده؟ ايه يا اما انت اجرت شقة مفروش ولا ايه؟ عدل ايه يا باربي؟ حرام عليكي.
انا مش ممهد. ابي مهديني الاول عشان اشوف النيو لوك اللي فوق راسك ده. واي داد اتس سو كيوت. اسكتي يا مامي. قولي عملتي ايه مع الفول السياحي؟ التور بتاعهم جاهز يا داد. هوديهم مدينه الاسكندريه، مدينه الاقصر، مدينه اسوان، مدينه الانتاج الاعلامي. مالك في ايه؟ مالك بيتك جبتيلي ضغط عالي وواطي مع بعض. بقولك ايه؟ قولي لعمك سيد يجيلي فورا. انا خلاص قولي له بابا سامحك. هسامحه عشان انا حاسس ان انا ظلمته، وهعينه ورقيه واخليه مرشد يطلع مع الفوق السياحي على مزارعنا هناك، ويجيب معاه الواد الواد ده الهيلف ده اللي اسمه ابو عايده. ابو رامي ده. رامي عايده الاثنين عوانس. حتى ابوك يا براوي مركز في الكتابه. كتابه ايه انت مركز في الكآبه؟ يا عم تيجي تلعب معانا صلح، هنلعب انا وانت وباربي. انت طبعا. لا مش انا. يبقى انت طبعا. طب تاني وانا هعرف مين. تعال ظروفها كف انت سريع. حاضر يا براوي اهو انا جاي اهو. اكيد انت. لا يبقى انت. امال مين بس؟ What are you doing يا براوي؟ This is an Egyptian game يا خواجه. His name is صلح. Is it a funny game? Funny, it's very funny. Come to play with us. Why don't we have a game like this in Israel? 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 ماشي في بلدي. وايه اللي انت شايله ده؟ صوره. الحكومه منعت الصور ولا ايه؟ ولا انت هتتصابط؟ امشي بدل ما تلطش له. تلطش لمين يا عم انت؟ بقول لك ايه؟ انا دارس قانون كويس وعارف انك ما تعرفش تمشيني من هنا اساسا. عمليات عمليات. الظهر دي عشان ايه يا بنتي؟ عشان الاسرائيليين والنصايب اللي عاملينها فينا يا حاج. يا خساره، ده انا بفتكرها عشان المعاشات، اصلهم مغلبيننا يا بنتي. كله منفذ على بعضه يا حاج، خليكي معانا. جاهزه قصير؟ كده شويه كده شويه. ايوه. وقد اثار مقام به الشاب سيد الجمال جدلا كبيرا في مصر. وفي الوقت ذاته لم تعطي السلطات اي قرارات في طلبات الاحتجاج التي قدمها السفير الاسرائيلي. اخ سيد، ايه اللي دفعك للي انت عملته؟ انا برفض اننا نسلم ارضنا لناس كان منفاح حلمهم ياخدوا حبه رمل منها واستشهد من ولادنا الاف عشان ما حققوش الحلم ده. انا شايف حضرتك عايز تقول حاجه في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله انا عايز اقول ان انا بحب الاستاذ عمرو موسى وبكره اسرائيل زي ما قال الاديب شعبان عبد الرحيم. تمام يا فندم، تعليمات سيادتك يا فندم. سيبوه يعرفهم شوية وبعدين نصرفوه بالحزن. أيها الإخوة الطلاب، إن جامعة القاهرة مصنع الرجال وقلعة الحركة الطلابية التي قدمت لمصر الشهيد جواد حسني والشهيد عبد الحكم الجرحي شهيد العلم. الله من فين سيد؟ مالكش دعوة.
كراوي دكتور. طال عمرك يا بنت، ربنا يوفقك. ايه يا بنتي ده؟ لو اتأخرت شوية ما كنتش هتطلعوا شهادة تكريم، كانت هتبقى شهادة وفاء. إنه البطل سيد الجمال، فلنحييه جميعا. سيد الجمال يثبت أنه كلما ظن قادة الاستكبار والهيمنة أن هذه الأمة ستموت وأن صوت أبناء مصر سوف يخرس، تثبتون لهم أن صوتكم سيظل عاليا وأن هذه الأمة لن تموت لن تموت لن تموت. ومن خلفه أهلك، خلي الرجل ده شوية لم تحبس. خايف ولا إيه؟ خايف إيه بس؟ أنا خايف عليه لأن الصدود اللي جاي. ولا سوف نرفع علم العروبة عاليا إلى النجوم إلى النجوم إلى النجوم إلى النجوم. فليبقى كل في مكانه، سيد علمكم العزة، سيد علمكم الكرامة، إذا مات سيد فكلنا سيد، إذا اعتقلوا سيد فكلنا سيد. سيد في وجداننا. أهلا يا بطل، أهلا يا همام. أبناء الطلبة، جئت إليكم ساعيا كي نحتفل سويا بتلميذ من تلامذتي، بل ابن من أبنائي، ولكنه اليوم أستاذ من أساتذتي. إنه سيد جمال، سيد حقا، إنه سيد، سيد بعطائه الوطن المستمر، سيد بأيديه البيضاء الممدودة، فلنحيي جميعا سيد. ولكن أقول لكم، نحن من نسيج هذا الشعب مهما حدث، نشعر بآلامكم، نحس أحلامكم وأطراحكم. أهلا يا ابن مصر، أهلا يا ابن مصر. ابتسم ابتسم. بقول لك إيه، أنا نازل الانتخابات، عايزك تساعدني بقيت بطل شعبي يا ابن الرفضي. أنا قلت للمجتمع الدولي كله، لو العرب كلهم سلموا سيد ومسيد مش هيسلموا. ليه؟ لأن سيد وأمه دول حاجة تانية خالص. كلكم عارفين مواقفي، أنا أول من قلت لا للمدرب الأجنبي ونعم للمدرب المصري. مش عايزين نفتق بقى لبعضينا ونجيب بقى سيرة هولمان بقى وكرول وتسوبل بقى والعلم اللي هربت واللي خلع بالشرط الجزاتي. أنا مش عايزين نقلب المواجع. تناسي يا مسيد، كابتن هيدوكوتي ده كان مدرب 10 على 10. هو هيدوكوتي ده كان بيدرب فرقة فيها مين؟ فيها محمود الخطيب ومصطفى يونس ومصطفى عبده وجمال عبد العظيم وماهر همام وصفوت عبد الحليم، ده غير الفراوده اللي قاعدين على الدكه، وزود عليهم اكرامي وثابت البطل الله يرحمه. هتوزع ماشيه في الشارع تدرب فرقه زي دي تجيب بيها كاس العالم. انا ماليش علاقه بيه يا باشا. يعني ايه ماليش علاقه بيه؟ طيب وبنتك اللي دايره وراك كل حته هتسيب شغلنا يا صلاح ونربي لك حتت؟ كل ده مش حلو عشانك، هنرجعك تصحى تاني. لا يا باشا، انا تحت امرك اللي تؤمر بيه يا باشا. اوكي يا باشا، مع السلامه يا باشا. رفعت، الشقه بتاعت ام سيد ايه وضعها القانوني؟ اهلا. ازيك يا سيد؟ ازيك يا شهاب؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ليك وحشه قوي يا سيد. ربنا يخليك. طبعا يا صاحبي. ايه راح فين يا غاليه؟ خليكي. ايه بقى يا جيجي، نقول مبروك على الخطوبه ولا ايه؟ لا ما حصلش نصيب. صدق زعلت قوي، مع انه كان راجل معاه فلوس وشقه وعربيه، يعني حاجات من اللي بتحبيها. لا والله بجد زعل. عموما ربنا يوفقك وتلاقي ابن الحلال. ماشي يا سيد. بقول لك ايه يا سيد؟ ايه؟ انت فعلا نسيت حبها ولا رد كرامه؟ بصي، في شاعر اسمه ابن عروس. ابن عرنوس؟ عرنوس ايه بس عروس؟ بيقول لك من حبنا حبيناه وصار متاعنا متاعه ومن فرقنا فرقناه يحرم علينا اجتماعه. اه لا، جميل كلام ابن عروس بتاعك ده. عرنوس برضو عروس. ماشي. شوفه كان بيقول لك ايه للنجوم اول. يلا حاجه حجوجه يا قمر، انت يا بيضه
ايه يا حلمي ده؟ يا صباح الفل والورد والياسمين على ابدع برطمان عسل فيك يا مصر. في ايه يا امك؟ في ايه؟ عمك بعت لنا انذار بالضرب. ابقى اتبسط بقى، افرح. ادينا اترمينا في الشارع خلاص، خلي التنطيط ينفعنا بعد كده. ازاي بس يا طنط؟ هي البلد سايبه ولا ايه؟ ده مش من حقه. بأمارة ايه يا اختي؟ لا معانا عقد ايجار ولا عقد تمليك، يعني زينا زيكم. ما انا قلت لك ياما من زمان، مش قلت لك انا كان لازم يكتب لنا عقد؟ خلاص يا سيد، اللي حصل حصل. امال بابا فين يا طنط؟ ابوكي راح يدور لكم على شقه. بيقولوا له اعمل حسابنا معاه في شقه. انا مش هسكت ياما، ولو حكمت هقتله هقتله. نبي تتنيل، من بكره هاخدك من ايدك وهنترمي قدام مكتب الراجل وهنقع في عرضه وهنبوس ايديه ورجليه، ولو حصل انك فتحت بقك بكلمه لن تبني ولا عرفك. الله يخليك يا سعاده البيه، انت الكبير برضو خليها عليك. ما تتعبوش نفسكم عشان خاطر. ما تضيعيش وقتي، اول ما مده الانذار تنتهي هتيجي عربيتي كلاب تلفكوا يا كلاب. شوفلكوا خراب عيشوا فيها زباله. احنا زباله يا واطي قليل الاصل يا اللي ما عندكش دم. ده ما كانش عشان خاطر الياسين، ده عشان خاطر اللي ميت لك يا قليل الاصل. منك لله، منك لله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وكل اللي زيك حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وكل خلاص بقى أمه. وشرف يا امه ارجع لك حقك وحقي وحق ابويا الله يرحمه. انت يعني يرضيك يا امه يعني نتذلل يعني لاي حد كده؟ انا عارف انت ما يرضيكيش، عشان كده بقى انا مش هسكت، وكتاب الله ما هسكت. فكيها بقى يا امه، فكيها. والنبي النبي يا امه فكيها. كن في معلومك، يوم ما هنلاقي نفسنا في الشارع لساني مش هخاطب لسانك ليوم الدين. حكايه مش ناقصه سواد وزفت وقطران على دماغك ودماغ اللي جابتك. ايه اما كميه الاسفلت اللي طلعتيها دي؟ في حد يبقى اسمه حنيفه؟ حنيفه ويطلع الالفاظ دي؟ فكيها بقى ياما، وحياه ابويا اللي انا شبهه. والنبي ياما بقى، حد النبي. شايف الراجل اللي هناك ده؟ تروح تجيب لنا من عنده كوزين دورة وعلبة بيبسي كنز. يا اختي عشان اتفك. اتفكي؟ تفكيش غير بالكنز ولا ايه؟ وهات لفة فويل ورق عشان احطها تحت الشعلة عشان خاطر الوخام امبارح الدلتات. اما تيجي بقى ابقى احكي لك. ما تيجي يا سيد اقلب الخواجه ده ولعبك دور امريكان اجيب دماغك فيه. حتى ابوك مش هيقلق. طبعا، ما انا لو مزه واسمي داليا وشعري زي الحرير ووشي زي القمر وجسمي رياضي يعني ممشوك الكوام كان زمانك اتكحرطت وقمت لعبتني. ما احنا بزمن الموزه زيابا. بقول لك ايه يا ابو راوي، لو جبت سيره داليا بالطريقه دي احتمال نكسر بعض. الله 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 الله، ده حب حقيقي بقى وفي الظلام. يا عم قلت لك صداقه بريئه. بريئه مسرقه تبقى متهمه. يابا يا سيد. هاي سيد، ازيك؟ ازيك يا بابا؟ سيد سوري ما لقيتش اي دوكيومنتس ممكن تفيدك. عايز اقول لك تكير بابي ممكن يعمل شهر جامد عليه. ربنا اقوى منه وقادر. انا اسف، اسف ان انا ورطتك معايا في حاجات كتير. سيد انا بفضلك. ستوب خواجه، العشرة فينش. ماي لاف از هير. الجيش والامانه لو في ايدي اعمل لك حاجه مش هتاخر. مونا مور، ماي سويت هارت، ماي بريف هارت، منوره الخرابه. الخرابة منورة بأهلها. تضربي معايا واحد كابتشينو؟ يا ريت واحد شاي بربري في الخمسين أحسن. بربري؟ أمال إيه باربي دي؟ نجري قدامي. وحش. فيلينجز. آه 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 آه. Oh, 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 feelings. Ah, 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 feelings. Again, my heart.
فيرسز جود. ثانك يو باربي. باربي انا عايز اقول لك انك منيه القلب. باربي انا ما بشوفك بيحصل لي انتفاخ في مشاعري، حرقان في عواطفي، تنميل في صوابع ايديا ورجليا. يكونش ده الحب؟ شور بيبي شور. لا ما تقوليليش بيبي، بتفكريني بمامي الله يرحمها، كانت دايما بتقولي كده وانا نازل رايح البيبي كيدز. اكيد كانت ست عظيمه. ست عظيمه قوي. باربي انا حاسس باضطراب في مشاعري، خايف يطلع مني رد فعل انت تفهميه غلط. باربي انا عايز عايز انت زحى بقوه، عايز 240 جنيه بتوع قسط تلفزيون لغايه اخر الشهر. تليك بطعون بسبع عمون يا صلاح يا ابن السيد، حكيم يقطع وحكيم يشرح وحكيم يداوي. لهي يا رب ابو راويه يولع بجاز، هو وراويه ذات نفسها. يا رب الاهل يغلب الزمالك 6-1. لا 6-0 يا رب. والنبي يا رب هادي خشب يا رب يخف ويرجع يلعب الماتش الجاي يا رب. وخالد بيبو والنبي يا رب رجعه المستوى، الواد كويس رجله حلوه والسبرينت عنده عالي. والنبي يا رب بحق حبيبك النبي، بحق جاه النبي، ارزق ابني سيد يا رب واحده بنت حلال تصور. والنبي يا رب اجعل في ذريته شجره صالحه ما تتعرضش يا رب. والنبي يا رب انا شحتان منك يا رب. ما ترد رده الميه في زور، هو الواحد هيتحدث على دعوه في البيت ده؟ انت ولا اللي عندي تربيه الوقت؟ رد. أظن دي فرصة العمر عشان تخلص عن عمك خالص. امتى عمي ده أبو دماغ بطيخة بيتكلم في مشاكل الشباب ووضع المجتمع؟ اللي عرفته بقى إنه شاري الحلقة دي علشان يتكلم عن أمجاده. قلت فرصة أقعدك مع الجمهور اللي بيحضر الحلقة أو تقولي في النصيب. وحياة أمي لخليه يلطم ويلعن اليوم اللي فكر فيه يطلع في البرنامج أساسا. إيه ده يا أستاذ سيد؟ تعرفني؟ إحنا كنا زمانك عند الأكاديمية. افتكرت. ويا ترى النصايح بقى جد فايده؟ طبعا، ما احنا خلاص اتخطبنا وهنتجوز قبل ما نتخرج. بالسرعه دي؟ ما انت اللي علقتنا كده. خطيبتك دي؟ بصراحه يا بخت اتجوزت السيد العاطفي. ربنا يخليك يا معلم. مع السلامه. خدوا بالكم بقى. السيد هو احنا شكلنا مخطوبين؟ والله تيجي نشوف. حبيبي تعالى ناديلك تطمني تريحني، ما تسيبش ايدي من ايدك. حبيبي تعالى ناديلك تطمني تريحني، ما تسيبش ايدي من ايدك. ما تبعدش عني ولا ثانية، احضني نسيني الدنيا ووعدني طول ما انت معايا، ما تسيبش ايدي من ايدك. ما تبعدش عني ولا ثانية، احضني نسيني الدنيا ووعدني طول ما انت معايا، ما تسيبش ايدي من
عشان عيونك يا حبيبي ده انا موت بجد ولا اسيبك معاك هقدر امشي واجمل ولو من جناحي هتحلم علشان عيونك يا حبيبي ده انا موت بجد ولا اسيبك رجعنا لكم مشاهدينا بعد فاصل قصير ولسه بنكمل معاكم حلقتنا على الهواء مباشرة من برنامجكم نماذج مشرفة. طبعا يسعدنا ان يكون معانا النهاردة رجل الاعمال المشهور استاذ صلاح الجمال. استاذ صلاح عايزين نعرف من حضرتك وكل الجمهور عايز يعرف ايه اخر مشاريعك الوطنية؟ بعد اذنك يا صلاح عايزين نسألك احنا بصراحة كنا مخصصين الاسئلة في نهاية الحلقة بس يظهر واضح ان الجمهور مش قادر يصبر عشان يسأل حضرتك. من عينيا الاثنين. كان في حد هنا عايز يسأل حضرتك اتفضل. في البدايه انا برحب بالاستاذ صلاح بيه الجمال وعايز اقول ان طبعا الحمد لله يعني ان مصر مليانه برجال الاعمال الشرفاء اللي بيخافوا على سمعه بلدهم واولادهم وموفر لنا فرص العمل ما شاء الله يعني. وطبعا الاستاذ صلاح مش منهم خالص. وانت ايه اللي جابه هنا تحاقد ومهرد؟ اوقفوا الزفت التصوير. فندم اهدى يا فندم، ما ينفعش كده، احنا لسه على الهوا وفاضل 7 دقايق على الفصل التاني. سعادتك انا مش هتكلم عن نفسي، انا حسيب واحد من ضحايا صلاح بيه هو اللي اتكلم. اتفضل. ومين ده الاخر ابو شعر تلك موسى ده؟ معلش يا فندم اهدى، ده رايه وفي الاخر طبعا ليك حق الرد. اتفضل يا ابو راوي اقول كلمتك، اصرخ ولم الناس، افتح لنا الكراس. اقول ايه بس يا الم؟ اللي انا هقوله ده لا يتقال ولا يتحكي. اللي حصل كان شيء فظيع فظيع فظيع. الراجل ده استغل سذاجتي واحتياجي للمال علشان اصرف على ابويا الميت واخواتي المفقودين. كنت بشتغل سكرتير في مكتبه وانا بأدي عملي بمنتهى الهمة والنشاط، رمى فايل على الارض وقال لي انزل هاته. رفضت، قلت له لا يا باشا احنا فقراء بس ما حالتناش الا شرفنا. بيقول ايه الولد ده؟ في ايه؟ ايه هتنكر؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا بسببك اتأذيت جامد، انا بروح لدكتور نفساني في رود الفرج بس هو دلوقتي قافل العياده عشان نقلوا السوق ودوا العبور. خلينا في الموضوع، ركز معايا. تقدر تقولي الفايل اللي رمى صلاح بيه كان لونه ايه؟ اخضر جنزاري. فاكره زي ما انا فاكر كل حاجة حصلت في اليوم ده. استغفر الله العظيم. الاضاءة النيون، دخان السيجار اللي خنق فيا البراءة، صوابعه وهي بتتمد عشان تفتح زرار قميصي للشمس وللحياة. رخص يا كلب، وقفوا المنزلة دي فورا. كنت فاكر ان جريمتك هيمحيها الزمن؟ لا يا صلاح بيه، لا ده بعدك. انا بقول لكل شاب في مصر اللي حصل لي ده ممكن يحصل لكم لو سكتوا. انا فضحت نفسي عشان الحقيقة تعيش. يا اخوانا انا طالب تحليل دي ان ايه عشان الحقيقة تبان. جيبوا العيال السباق. مش هنقاضي
ساعة ما خرجنا من الاستوديو ما فتحتش بقك ولا كلمة. أنا قلت لك يا سيد تسخن الحلقة، تقوم تحرقها وترفدني بدل ما تاخد فرصة عشان تثبت حقك؟ لا، قضيتها عشان تهيمن، طلع عمك هو اللي عاقل ومتحضر. مش هتبطل طبعينك ده، مش هتفوق بقى يا سيد. حرام عليك بقى، حرام عليك، فوق بقى. فوق ازاي بس وكل اللي حواليا بيكسر فيا؟ تقدري تقولي لي ازاي ياخد حقه ازاي في الحياة؟ لو خدت حقي بدراعي هيقولوا عليا بلطجي أو إرهابي، ولو طنشت هيقولوا عليا عبيط. فتحت عينيا عندهم لقيت ابويا شهيد، وقالوا لي قتلوه خلاص بقى كويسين ومش هيعملوا كده تاني. وعمك نايب حقك بس اثبت، معاك قرش تسوى قرش، بس العلم نور يا سيد ولازم تتعلم. اطنش وكبر دماغي من اللي حواليا؟ عيب يا سيد، دي بلدك ولازم تشارك بالراي وتقول رايك بصراحه. اقول رايي بصراحه يقولوا لي عيب، دول اكبر منك ما تكلمهمش كده، دول برضو قولي الامر. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا داليا؟ انا بجد تعبت والله العظيم تعب. ساعات يا سيد احس انك اقوى انسان في الدنيا، وساعات احس انك ضعيف وخايف من كل حاجه. انا الاثنين في بعض. عارف انا عايز ايه؟ عايز اتمتع بالدنيا بس اخش الجنه، وعايز ابقى اغنى راجل في الدنيا بس افضل شريف، وعايز والله ما انا عارف انا عايز ايه. وهي دي مشكلتك. انا عارفه كويس يا سيد، عشان كده انت صعبان عليا. طب اعمل ايه؟ اعمل قلق بس مع سنة عقل. ارسي على بره يا سيد، انت لازم تقفل كل البيبان المتوربه اللي في قلبك. داليا انا تعبان جد، محتاج لك. انت محتاج تفهم نفسك، حب نفسك الاول يا سيد. تضرب هنا الله يخليك، اطلع لفوق شوية عشان عاملة سايدة. يبقى رب ابنك وبعدين عن سكة الباشا، الشقة ديت من اللي انا بتوش فيها. ترى على واحدة سيرك يا ولد الكلب. قوم ما بقاش امك، يبقى جبت لك حقك. قوم
خطة الهجوم. المجموعة دي الوينج اليمين، المجموعة دي الوينج الشمال، انتوا راس حربة اقتحام. الاخوة اللي على الميكروباصات حط الباكات عشان الهجمة المرتدة. نلعب بغباوة، يلا. فرطة باشا، انا محاصر، بيتي محاصر، انا معرض لاغتيالي. ما تستخسروش عفاتكم، اللعب رجولة، عايزة غباوة غباوة. ارجوك ساعدني، ساعدني يا باشا. يا صلاح مش عايزين شوصار حواليك اليومين دول، انت بتصعب في الحزب. ادي الفلوس اللي بتاخدهم وخلصنا. حاضر باشا. لحسن حظك يا سيد ان عمك اتنازل عن المحضر، وكمان كل الحاجات اللي اتسرقت في الفيلا رجعت. لسه فاضل فاس عند سيد اللعرج، اما نخرج من هنا هجيبها احطها قصاد حضرتك. عارف يا سيد لو ده اتكرر تاني بشرف العتيله. ايه هو كل واحد ليه حق يروح ياخده بدراعه؟ هي البلد فوضى ولا ايه؟ عارف يا باشا حد قال كده؟ اهل البلد فوضى يا باشا. انا عاوز اخد تعاود عليهم بعدم التعرض ليها بعد النهارده. لما تجيب حقنا يا عم حقهم يا باشا 500,000 جنيه حقهم الشرعي في الراس. وادي عقدين هم، عقدين تبليك، واحد عم يوسف واحد بيتي. عايز حاجه ثانيه؟ لا عايز سلامتك يا بيه، وانا همشي لسيادتك التعاقد اهو. انت بقى ايه ده خرابي؟ انت يا باشا دي طاوله صغننه دي ولا واحمه؟ واضح ان هو عور نفسه وهو بيحلق دقن الغلط. يا ناس حرام عليكم، ابعدوا عني بقى، مش هيسكت. اقتلوني. كان لازم نفهم من زمان يا بابا ان فلوس الحلال مفيش احسن منها. النبي يا عربي مبروك بنت خدت الجنسيه المصريه يا باشا. سامعين النهارده بقى عشان نفرح بابا. عمو صلاح، بعد اذنك ممكن ابقى اجيب بابا وماما؟ ليه؟ هطلب ايدي الانسه برضه. سلام كلام يا باشا. غير يا منقوص، حتى مدير حصان هيتجوز. يا داليو يا بنت وجعت قلبي، رد يا بنت. داليو يا داليا يا داليو بنت يا داليا داليا والنبي ترد. انزلي يا داليا هجوزك الواد زيي. انزلي يا داليا بدل ما نتبلى عليكي ونعمل لك فضيحه في الشارع. احنا عيله مجنونه ونعملها. خلصين عايزين نطلع على المأذون. بلاش فضايح يا عمو سيد، ده احنا جداد في المنطقه. ماشي يا عم يوسف، انا والست الوالده هنجي لك ونشرب فنجان قهوه في صالون. ليه؟ وزراء هيناسبوا بعض. بياع سريح وسواق التاكسي مالهمش عاد في صالون، وهو حيلته صالون من اساسه. ما تخلص يا عم يوسف بقى، ما توقفش حال بنتك. ايه على طول كده ليه؟ هي مش داليا دي عندها اهلي وليهم طلبات؟ قول موافق وانا اعمل لهم فرحهم في حته مصر كلها تتفرج عليها، من اصغر واحد في البلد لغايه رئيس الجمهوريه. صلاه النبي، امدح النبي، حصوه في عينك يالي، ما تصلى على النبي. بسيطة ما تستبسطهاش، كشكشة وما تعرضهاش. مش كل حاجة تلوم عالدنيا، ما تحكي كده ما تشوفهاش. نفض للي مضايقك، نفض كبر من اللي مضايقك، ظبط اللي صونك ظبط، روق كده وما تقفلناش. كني معاك، كني معاك لو كنت حبيبي، كني معاك لو كنت حبيبي. ما تبصش للأحسن منك، شوف كم واحد أقل منك. تفض للي مضايقك، نفض كبر من اللي مضايقك، ظبط اللي صونك ظبط، روق كده وما تقفلناش. كبر ظبط روق، كبر ظبط روق، نفض كبر ظبط.
تنخر كبر من اللي مدينك ظبط اللي صونك ظبط روق كده وما تقفلناش كني معاك كني معاك لو كنت حبيبي كني معاك لو كنت حبيبي ما تبصش للي احسن منك شوف كم واحد اقل منك تفضل للي مضايقك نفضل كبر من اللي مضايقك ظبط اللي فونك ظبط روق كده وما تقفلناش